خلال عملية نقل الملكية العقارية من المالك للمشتري قد ترتكب بعض الأفعال أو العديد من الأفعال الجرمية أثناء عملية البيع والشراء، وقد تجعل أي شخص عرضة للاحتيال. طبعا سلمى، اليوم ضمن هاي المساحة القانونية والخاصة واللي بتهم كتير من الأشخاص يلي بيتعاملوا بعمليات البيع والشراء وبيصير بيناتهم عقود، رح نتعرف على الأفعال الإجرامية اللي قد ترتكب أثناء عملية نقل الملكية، وأبرز الضوابط القانونية لحماية كلا الطرفين من أي عملية نصب أو احتيال أو حتى تزوير من خلال هذا التعاقد. كل هاي الأشياء والتفاصيل أكيد رح تعرفنا عليهم الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك أستاذة وأهلا وسهلا. صباح الخير عفاف، صباح الخير سلمى، صباح الخير للمشاهدين جميعا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة رنا. خلينا نبلش مع حضرتك، الأفعال الجرمية اللي ممكن ترتكب أثناء عملية البيع والشراء. الحقيقة أثناء عملية البيع والشراء وخاصة بصراحة بعد الأزمة اللي مرق فيها البلد، والحمد لله اللي نحن يعني تعافينا أو بلشنا عم نتعافى منها، كان طبعا في قديما كان في إشكاليات كتير بعملية البيع والشراء، ولكن بصراحة بعد الأحداث الأخيرة يعني من 2011 ازدادت عمليات الجرمية على العقارات نتيجة خلينا نقول يعني الحرب اللي مرقنا فيها، نتيجة انه في اشخاص كانوا مسافرين خارج البلد، صار في تعدي على الحقوق، مثل ما بيقولوا على حقوق الملكية، مع انه حق الملكية هو حق مصان في دستور الجمهورية العربية السورية وفي جميع القوانين اللي بالجمهورية العربية السورية، ولكن صار في تجاوزات كتير نتيجة يعني اعطي مثال عملي على الموضوع، شخص يمتلك عقارات هو خارج البلد، صار في عملية تزوير لوكالة نتيجة لنفترض حصلوا على هويته أو هوية مزورة أو وكالة مزورة، فصار على عقاره هو خارج البلد لا يعلم شيئا، انباع عقاره أكثر من مرة، يعني مشتري أول ومشتري ثاني ومشتري ثالث، وهي الحالات كتير شفناها. صحيح. يعني بالتالي ضاعت الحقوق لما بده يجي طالب بملكية هذا العقار، كان في كثير من الصعوبة لاسترجاع الملكية. طبعا القانون السوري، وكما اعتدنا دائما أي مشكلة جديدة تواجه المجتمع السوري يصدر قانون أو على الأقل يعني تعليمات أو قرارات تتصدى لهذه المشكلة بهدف حل المشاكل. فأكثر المشاكل اللي واجهتنا مثل ما تفضلتي وذكرتي بالمقدمة سلمى هي الاحتيال والتزوير، احتيال بحيث أنه ينتقل ملكية العقار من مالكه الأساسي إلى مشتري آخر لا يحق له، لم يدفع ثمنه، وأصلا بجوز البائع كله ما بده يبيع هذا العقار، فهي المشكلات اللي واجهتنا. طيب استاذة خلينا هيك ننتقل للشخص يلي يسمى حسن النية، ما في بباله أي تجارب سابقة من النصب أو الاحتيال أو التزوير لهيك عقود، وقع بفخ الاحتيال والتزوير، شو ممكن هون يتصرف بالسرعة القصوى أو الشيء اللي الصح يلي لازم يعمله؟ تمام، هلأ رح أبدأ بالتسلسل كيف بتصير الأمور. شخص المالك هو شخص يعني بالأساس يملك هذا العقار وتعرض لعملية تزوير بوكالة معينة أو يعني تزور أنه كان هو البائع وهو لم يبع، فانتقل ملكية عقاره إلى شخص أول، هذا الشخص هو الشخص المحتال، هو الشخص المزور، هو الشخص المسيء. يعني بعطي مثلا هذا الشخص المسيء رجع باع العقار إلى شخص آخر، الشخص الثالث حسن النية أيضا ما عنده أي معلومة، لنفترض أنه هو حسن النية، فلعند تاريخ 2012 أو عفوا إيه لعن تاريخ 2012 كان هذا الشخص الثالث هو شخص حسن النية اعتبره القانون وحماه، وبالتالي كانت ملكية العقار من حقه. ولكن إذا نظرنا، وهي النقطة اللي أنا كتير حابة أحكي فيها، للشخص المالك الأساسي للعقار للسكن، طيب هذا الشخص ما إله ذنب، هو تزورت عنه وكالة وبموجب هذه الوكالة تمت عملية البيع، فصدر اجتهاد حمى بشكل قطعي هذا المالك الأساسي، واعتبر أنه هذا بصراحة الاجتهاد الأقرب للعدالة، يعني الأقرب للعدالة، عدالة مطلقة ما في، دائما يكون في حالات واستثناءات، ولكن هو الأقرب للعدالة، حمى المالك الأساسي للعقار. كيف حمى؟ بأنه هو اعتبر أنه ملكيته محمية بشكل كامل وحقه مصان بأي ورقة بيقدمها يثبت فيها يرجع له تماما، يعود تسجيل العقار، بيتم فسخ عقد التسجيل
وإعادة التسجيل على اسم المالك الحقيقي للعقار إذا أتى بأي إثبات بأنه هو تعرض للتزوير، بأي ورقة تثبت أنه مثلا هو خارج السفارة، خارج البلد، أو هي طيب وكالة مزورة. إذا أنا مثلا اشتريت من شخص هو مزور، نعم، تمام، فوقع علي أنا أيضا نصب واحتيال، نعم، لأنه أنا ما بعرف أنه هذا الشخص مزور الوكالة، فساعتها بدي يرد مرة تانية إذا رجعت الملكية لصاحب البيت، بخسر المال من الشخص اللي يعني اللي زور اللي احتال. طب إذا اللي زور اختفى شو بيصير بهالحالة؟ دائما نحن بناخد اجتهادات أقرب للعدالة، ولكن دائما في حالات هذا الشخص بده يتشكل بحقه إذاعة بحث، بده يكون شخص مجرم ملاحق، فبالتالي بينحجز على أمواله، فبالتالي أنت ممكن الشخص الحسن النية يبيع أمواله ليحصل على حقه. ولكن النقطة اللي كانت جوهرية، اللي كانت المغفول عنا خليني أقول، هو المالك الأساسي للعقار اللي الاجتهاد الجديد صدر بحقه، أنه هو أيضا شخص محمي وأيضا ملكيته مصانة وأيضا هو بحماية تامة وكاملة. هذا الحكي معلش في نقطة بدي أحكي فيها سلمى، لما بيكون نحن أساس الملكية مبني على قواعد سليمة، وهي نقطة كتير مهمة لكل الأخوة المواطنين هلا عم يشوفونا ويسمعونا. العقارات نحن مثل ما بنعرف هي عقارات، ممكن تكون سكنية، ممكن تكون تجارية، ممكن تكون أراضي، بغض النظر كل عقار، خليني خصص السكن مثلا لأنه أكثر شيء نحن شفنا البيوت يعني، وهي الأهم يعني بصراحة بالنسبة للمواطن السوري اليوم، لأنه هي السكن هي الأمان الأساسي بحياته. فالمفروض تبنى عملية الشراء على قواعد سليمة وقانونية. يعني الملكية عدة أنواع، ناس بتقلك ومنسمع كتير نحن، والله اشتريت البيت ولكن على ساعة كهرباء، اشتريت البيت بس ما إله طابو، بس على عداد المي، على ملكية عداد المي، هل هذا الحكي سليم؟ للأسف المواطن ليش عم يلجأ لهيك نوع من الشراء؟ لأنه الحقيقة أرخص باعتبار ملكيته ليست ملكية قانونية كاملة ومتكاملة، فرح يكون ثمن العقار رخيص، ولكن المواطن رح يدفع أضعاف، أولاً لأنه هي ملكية غير صحيحة فيها مخالفة للقانون، فإما أن يكون هذا العقار مثل نسبة نحن بالعشوائيات أو مناطق المخالفات، هي كيف بتكون أساسها؟ هي ملكية الأرض للدولة، ما في طابو أخضر فيها، ما في طابو، ما في شيء، في عندك ساعة كهرباء أو عداد مي، بيقولوا لك والله اشترينا على عداد المي، هذا ما بيعطي أي صون للملكية، ما بيعطي أي حماية، بأي لحظة ممكن أنت تكون مهدد أنك تخرج خارج عقار، لأنه الأساس خطأ، أرض ما أنا ملك حدا، ملك الدولة، إجا شخص عمر على هاي الأرض وباعها، هي ملكه ليبيعها، هل يحق في القانون بيع شيء لا تملكي؟ فأنت خرجتي تجاوزتي حدود القانون. فاللي بيصير أنه بينشرها هيك، فهذا أنا أول شغلة بنصح أنه هيك أنواع من البيوت والعقارات ما يقرب الشخص عليها. أنا بعرف أنه المواطن محتاج يقرب عليها لأنه ما عنده خيار، ولكن يعني لكون هيك كتير منطقية، لسه الإجرة أحسن من شراء هيك، عم تحطي مبلغ شهري ولكن أنت هذا المبلغ شهري عم تنتفعي فيه يوازي الانتفاع يعني مثلا، بغض النظر لأنه الأجارات مرتفعة كمان بصراحة، فكمان عم نلاقي إشكاليات. أنا ما فيني إجي أقول اليوم يعني أحكي مثاليات، لأنه في عنا واقع يعني الحقيقة صعب شوي، لكن أنا عم بحكي الأقرب لحماية المواطن من أي عملية تزوير أو خداع لما بيكون الأساس مبني صح. في نقطة تانية كتير كتير مهمة، مع احترامي لجميع المهن وكل شخص بهذه الحياة له دوره، مكاتب العقارية دورة القانوني والاجتماعي إن تدلك على بيت بده ينباع، هذا دورة. الناس شو بتعمل اليوم؟ بتروح لعند المكتب العقاري بتكتب عقد البيع. المكتب العقاري مو اختصاصه يكتب عقد بيع لبيت، اختصاصه يدلك إنه هذا البيت هو أصحابه بده تبيعه. لما عم ينكتب العقد أحياناً بيكون في أمور بالعقد هي مخالفة للقانون أو ما أنا مذكورة ولازم تنذكر، فمين الشخص المعني؟ الشخص المعني هن أهل القانون بكتابة عقود البيع. ليه؟ لحماية المواطن من أي عملية تلاعب فيما بعد. لما بيكون الثغرات القانونية والقواعد القانونية مكتوبة بالعقد ومذكورة ومسكرة، فأنا بعرف أنه هذا العقد قانوني، بالتالي أنا ما بتعرض لاحقاً. أنا ما عم بحكي عن موضوع التزوير لأنه هذا جرم حكيت عنه بالمقدمة، لكن عم بحكي أنا لما المواطن هو بيوقع حاله بالغلط. نقطة تانية، حتى لو العقد سليم، أحياناً أنت قبل ما تكتبي العقد، وهي نصيحة بوجهها لكل الناس، لما بده يقدم الشخص على عملية شراء عقار، شراء بيت، أول شغلة لازم يعملها لازم يروح على الطابو، إذا كان بالطابو يعني، هلأ نحن العقارات اللي كتير أنا
يعني بشجع وبحسها سليمة وملكيتها القانونية متكاملة والعقار له رقم وله أوصاف ومحدد ومبين، هي العقارات اللي بتكون بالطابو إلى صحيفة بالطابو اللي نحن بنقول له طابو أخضر، أو بالإسكان أو بالسجل المؤقت. هدول العقارات هي ملكيتها 100 يعني 100% سليمة، ما عليها ولا مشكلة. فأنا لما بدي أشتري هدول العقارات بدي أروح أول شيء على استخرج إخراج قيد عقاري اللي هو بيكون الصحيفة العقارية. يعني كيف بدي أقربها لأذهان الناس؟ مثل هوية الإنسان، العقار له هوية، هي القيد العقاري نحن نسمع فيه. تستخرجي قيد عقاري بيورجيكي هالقيد العقاري اذا فعلا هذا العقار. بالنقطه الاولى انه انا اللي عم اقول بدي اشتريه هو نفسه فعلا اللي موجوده صحيفته، رقمه، اوصافه، نوع ملكيته، الشخص اللي عم اشتري منه فعلا هو المالك الحقيقي لانه بيكون مذكور على القيد العقاري. هل عليه اشارات؟ يعني شو يعني اشارات؟ في مشاكل، لانه كل مشكله بتصير على العقار شو بيصير فيها؟ بتتسجل اشاره على صحيفه هذا العقار انه هذا العقار فيه اشاره لصالح فلان، معناتها في مشكلة مع صاحب البيت مع فلان، لشوف شو هي المشكلة مشان أنا لما بده ينتقل لملكيتي فبدي يصير أنا المعني بحل المشكلة. فلا أنا من الأساس شو عليه مشاكل؟ عليه مشاكل بالمالية مثلا، في رسوم لازم تندفع ما أنا مدفوعة، أنا هدول لازم أقرأهم وأفهمهم قبل ما أشتري العقار لحتى أكون أنا بالسليم. في نقطة مهمة جدا، القيد العقاري لا يكفي لوحده لحتى تتم عملية الشراء بشكل قانوني، لأنه في عنا شيء اسمه أحيانا بيكون في أشخاص ممنوعين من التصرف، وهي الشغلة ما بتنذكر على الصحيفة، ما بتنذكر على القيد العقاري، في سجل بالطابو أيضا اسمه سجل الممنوعين من التصرف. يعني ممكن يكون صاحب البيت عليه مشكلة مالية، عليه مبالغ لازم يدفعها، شو بصير؟ فبينكتب هو أنه شخص ممنوع من التصرف، بدي راجع سجله لأنه بجوز صحيفة العقار نظيفة ولكن الشخص عليه مشكلة. فكيف الشخص بالبداية مبدئيا يعني بيحمي حاله أنه تكون عملية الشراء عملية سليمة قانونية، من جهة أنه أولا يكون كتابة العقد بإشراف أهل الاختصاص اللي هن المحامين. النقطة الثانية أنه يدور على صحيفة العقار، يعني يروح على الطابو ويستخرج قيد عقاري للعقار بيبين إذا في إشكاليات على العقار، من حيث أنه إذا كانت أوصافه نفسها، المالك نفسه، إذا في أي إشارات على صحيفة العقار. النقطة الثالثة قلت أنه لا تكفي الصحيفة العقارية لحتى تبين لنا كل المشاكل، لازم يكون يراجع سجل اسمه سجل الممنوعين من التصرف، لأنه أحيانا العقار بيكون نظيف ولكن صاحب العقار في عليه مشكلة معينة، عليه رسوم للمالية ما ندافعها، فبيكون في اسمه لصاحب العقار مكتوب بسجل الممنوعين من التصرف، وبالتالي فهون بتكون عملية البيع عملية ما نظبطة أبدا. فهدول النقاط الثلاثة مبدئيا بتحقق لي الوقاية، يعني الوقاية من المشاكل اللي ممكن أتعرض لها فيما لو اشتريت هذا العقار. طيب الموافقات أستاذة رنا، يعني أنا في موافقات معينة أو جهات معينة لازم أخذ هاي الموافقات قبل ما أقوم بشراء المنزل بس سلمى أو العقار بشكل عام؟ أنا رح أحكي تماما عن هاي النقطة اللي هي الموافقات اللي نحن بتخضع عليه إلى عملية البيع والشراء قبل، بس أنا كنت عم بحكي عن الجانب الوقائي. طيب في حال اشتريت العقار أنا وخلصت، شو المفروض أعمل لحتى أحمي حالي قدر الإمكان فيما بعد؟ أنا اشتريته وانتهيت، يعني في جانب وقائي قبل الشراء، شيء لازم يعمله المواطن قبل ما يشتري، وفي شيء لازم يعمله المواطن بعد ما يشتري. لازم يتوجه على صحيفة العقار يحط إشارة على صحيفة العقار. ليه؟ لأنه الإشارة بتحميه. يعني بعد ما وضع الإشارة هو على الصحيفة العقارية للبيت اللي اشتراه، صار في عنا مشاكل، صار في نزاع بالمحكمة لأي سبب إن كان، ما رح فوت بالتفاصيل لأنه هي مشاكل كتير، صار أي مشكلة أنا حاطت إشارة، أول نقطة بيقول لك ياها القانون إنه الأسبق بالتسجيل الإشارة هو صاحب حق فبيحمي. أنا دغري رحت حطيت إشارة فأنا حميت حالي. هلأ صار في نزاع أخذ وقته بالمحاكم، تعرف أحيانا بياخذ وقت طويل يعني، ولكن بالنتيجة صدر حكم قضائي، ولكن أنا حقي بيمتد أو خلينا نقول يعني بيسحب لتاريخ وضع الإشارة مو لتاريخ صدور الحكم. يعني أنا حميت حالي من اللحظة اللي وضعت فيها إشارة على صحيفة العقار، مو من اللحظة اللي صدر فيها حكم قضائي أخذ درجة قطعية فبتنسحب. فأنا إذن مجرد ما اشتريت ثاني يوم فيني روح حط إشارة على صحيفة العقار، فهذا الإجراء يلي عملية البيع. هلأ
خلصنا من موضوع كيف بشتري سليم بشكل سليم قبل وبعد كيف بتم عملية البيع والشراء. رح أحكي عن الموافقات. موافقات يعني أنا هي الموافقة الأمنية اللي هي نحن مطلوب أثناء عملية البيع والشراء الحصول على موافقة أمنية لحتى تتم عملية البيع والشراء. خليني بس أعطي فكرة عن الموافقة الأمنية لأنه كتر الحكي عنها والناس أحيانا ما بتعرف أصلا ليش هي حطت الموافقة الأمنية، وفي ناس بتقول لك ليش الموافقة الأمنية وعم يصير فيها عرقلة. طب خلينا نفصلهم شوي. الموافقة الأمنية أساساً وضعت الحقيقة لحماية المواطن، وخاصة بعد برجع بقول بعد الأحداث وبعد الحرب اللي مرقنا فيها صار في تجاوزات كتير من قبل المواطنين، فمن الطبيعي إنه الدولة تأخذ قرار تمنع شخص مخالف للقانون وخارج عن سقف العدالة وعليه إشكاليات أمنية هو تمنعه من إنه يبيع بيته، فبالتالي صدر موضوع الموافقة الأمنية لحماية حقوق المواطنين. هذا هو الهدف من صدوره يعني، مشان والدولة لما بتمنع شخص انه يبيع البيت لانه عليه مشاكل هي ما عم تتصرف ببيته، ما عم تروح تبيع له بيته ولا عم تستملكه الدولة، ولكن عم تمنعه حماية للحقوق لانه ممكن هو يعني يبيع امواله ويهرب برات البلد، فهو شخص خارج العدالة. هي الاساس اللي انوضعت مشانه الموافقة الامنية، الموافقة الامنية لحماية الناس مو العكس مثل ما طيب هي الموافقة. صار في شوية سريعا، هي الموافقة والاشارات اللي عم تحكي عليها انه هي لحماية الشخص، حماية الملكية اللي هو بده ياخذها، هي بتشمل جميع انواع الملكيات شو ما كان نوع الشراء، مو شرط يكون عقار بلكي مثلا سيارة او قطعة ارض. الموافقة الامنية تشمل طبعا، ولكن الموافقة الامنية شو مشكلتها انه هلا عم يقولوا انه عم تاخذ وقت طويل، مع انه صدر تعليمات تنفيذيه انه والله او تعليمات من رئيس مجلس الوزراء انه تكون خلال 48 ساعه، احيانا عم تتاخر اكثر من هيك. الاشكاليه الاكثر انه مثلا يا ريت نحن منطالب انه حتى التعليمات قالت انه مثلا اللي بتمنعوه من الموافقه الامنيه يكون الشخص نفسه مو عيلته، يعني الشخص ممنوع ولكن زوجته اولاده ما لهم علاقه بهي القصه، فهي الشغله كثير منيحه. يعني الإشكالية الأكثر أنه حبذا لو تحدد أنواع معينة من الجرائم تكون هي هدول الأشخاص اللي هن ما بيحق لهم يحصلوا على موافقة أمنية، مو أي شخص. يعني أحيانا بيكون في شغلات حتى يعني خفيفة ما بتستحق أنه شخص ينحرم من موافقة أمنية. أحيانا لنفترض رسوم مالية ممكن أنه عليه مثلا، أو مخالفة بسيطة يعني، فأنه الفعل المخالف ما بيتلائم مع انه هو ما بيحصل على موافقات امنيه. لو يتحدد او لو يتقون الموضوع الموافقه الامنيه حتى لو قانون مو تعليمات يعني، فبيكون بصراحه اكثر سرعه يعني واكثر يعني اسهل للناس تحفظ حقوقها يعني. اكيد يعني نقاط مهمه كثير حكينا فيها، واكيد ممكن نرجع نحكي بتفاصيل اخرى بفقرات قادمه. بدنا نشكر وجودك استاذه رنا وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك سلمى. شكرا لك استاذه رنا. صباح الخير.